الدحيح ده له كاركتر، شخصيه وحيده انسكيور، فبنلاحظ انه بيطلع دايما لوحده في البرنامج. انا الدحيح والدحيح انا بشكل كبير. انا بحب كل العلوم في نفس الوقت، ما اعرفش اعمل علاقه مع علم واحد بس. في يوم من الايام كنت قاعد على الانترنت، قمت كتبت كلمه ثيري على يوتيوب وطلع لي فيديو اسمه ام ثيري، النظريه روشه جدا بتتنبأ ان في ابعاد اكتر من اللي موجوده دلوقتي، واكتشفت اني في علاقه مع الفيزياء. بعد كده بقيت احب علم الاحياء، انبهرت بعلم الاحياء، دخلت جامعه ودرست علم الاحياء، وابتديت بقى استكشف المجالات التانيه، مجالات شيقه جدا، علم بقى الاجتماع وعلوم السياسيه وعلم الاقتصاد والعلوم الاجتماعيه، كل هذه الحاجات ابهرتني. بحب البشر، بحب اختراعاتهم، بحب انتاجهم الفكري وانتاجهم المعرفي، الحضاره، الاديان، الفن، الموسيقى. الحمد لله البرنامج بيتشاف من سيجمنتس كتيره، حد عيال صغيره في المدارس مع اخواتي بيحكوا لهم انتوا عندكم الاوضه دي وعايزين نشوف ونيجي ونتفرج وكده. اظن انا كنت بسترس على نفسي قوي زمان، انا لازم احدد واوصل للمجتمع بيطلبوا مني، اجيب درجات معينه، احقق اهداف معينه اكاديميه في وقت معين، بس حاسس ان الفتره دي كده كانت فتره ممتازه، الواحد يستكشف نفسه ويشوف هو كويس في ايه وبيعرف يعمل ايه. أنا شخص يحب يقرأ ويحب يحكي للناس على اللي هو قرأ، فبس فعملت الحاجات اللي بتخليني سعيد.